Hi, my name is Lauren Martin. I'm Brett Martin's daughter, and he's been asking me for a while to put together this presentation for you. It is what I used in my senior thesis project. I studied Egyptian colloquial Arabic for the past year, and at the end of the year, we were supposed to do a presentation for the whole community, and I wanted to do something that was fun, but also showed what I had learned. So this is what I came up with. I hope you enjoy it. كان في قديم الزمان مالك وعنده ثلاث بنات. كان يحب كل بناته، لكن كان يحب الصغرى أكثر. في أحد الأيام قرر الملك أن يقسم مملكته بين بناته، لكن لم يعرف كيف يفعل ذلك. قرر الملك أن يسأل بناته سؤال واحد. نادى الملك بناته وسأل الملك بناته كم يحبونه، وأعطى هنا ثلاث أيام حتى يحضر عن الإجابة. في اليوم الثالث نادى الملك بناته وسأل عن الإجابة. البنت الكبرى قالت أنا أحبك مثل السماء وما فيها. فريح الملك وأعطاها ثلث المملكة. البنت الوسطى قالت أنا أحبك مثل البحر وما فيها. فريح الملك وأعطاها ثلث المملكة. البنت الصغرى قالت أنا أحبك مثل ملح. غضب الملك وطردها من مملكة وتخصتها لحواتها. قرر الملك أن يعيش 6 أشهر مع كل بنت. أول 6 أشهر عاش الملك مع بنته الكبرى. بعد بضعة أيام عملته بقسوة. قرر الملك أن يغادر ليعيش مع بنته الوسطى. بعد بضعة أيام عملته بقسوة. قرر الملك أن يغادر كل المملكة وأن يبحث عن ابنته الصغرى. في حده الأثناء البنت الصغرى تركت المملكة. خلال الطريق تعرفت على فارس وأرضى خليها أمور سعادة وذهبت معه إلى مملكته. وجد الفارس أنها بنت جيدة وأرضى لها الزواج وأصبحت الملكة. طيب الملك بحثا عن ابنته ووقع الأرض. وجدها الجنود وأخذوه إلى المملكة. وعندما رأت بنته الصغرى عرفته طلبت من الجنود أن يخوضوا إلى غرفة ويحضروا له الطعام بدون ملح. بعد بضعة أيام شك الملك وسأل عن الملح وقالوا له أنها أوامر الملكة. جاءت للملكة فقال لها لا أستطيع أن أعيش بدون ملح، وبدأ بالبكاء. فركضت إليه وعانكته وقالت له أنها ابنته الصغرى ولخادة خبه مثل الملح، وعاش معها بقية حياته.